يتحب ينجح ينجح، ماهوش مربوط لا ببيئه ولا بالفاكوين ولا بكليه ولا بولايه ولا بجهه. اللي يحب يوصل يوصل. قاعدين نشوفوا تو، شوف الاعلام وتبع اللي برشا طلبه عندنا في تونس حق قاعدين يحققوا في طموحاتهم واحلامهم. التعريف بالمؤسسات الجامعية الراجعة بالنظر إلى جامعة قفصة مختلف اختصاصاتها وفرص التكوين المتاحة بها لفائدة الطلبة الجدد، احتضن المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بقفصة اليوم الإعلامي الجهوي للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في شهادة البكالوريا هذه السنة. وخاصة كي ينجحوا الباك يبدو مذبذبين، شمعت التذبذب هذا تحب تمشي افاق سكور يحكم فيها معادلات تاع الباك، يحكم فيها برشا برشا ظروف تحكم فيها. دونك يجوا يبدو يسالوا فيك سؤالات، يعني ترى شنو الافاق؟ باش نخدم ما نخدمش. اسئله مختلفه طرحها الطلبه الجدد على ممثلي المؤسسات الجامعيه خلال معرض توجيهي انتظم للغرض، تعلقت اساسا باليات التوجيه الجامعي ومراحله. قمنا بمداخلات حول يعني كل ما يهم الطالب الجديد، يعني طريقة تعمير الاختيارات، المحاذير، نصائح قدمناها، ثم حكينا على التشغيلية وحكينا على كل ما يهم الطالب. طلبة يسألوا بصفة عامة على شنو هما المؤسسات، شنو هما الأشواء، السكور اللي شعبي يوصل ولا ما يوصلش، يعني مازال ما عندهمش فكرة واضحة على دليل توجيه جامعي. بداية هم شنو ما المؤسسات يعرفوهم بريسك، مي جوست يسألوا على الشعب. نسأل فيها على فكات قفصة نتاع الجستيون، ونسأل فيها ما يعني الشعب في سوق الشغل أكثر وين، يا يعني إما فو دي جستيون إلا جستيون كم جستيون تو. حبيت نسأل على المحاسبات والمانجمنت والماركتينغ وكل حاجات كيكا. ومن المنتظر أن تستقبل 9 مؤسسات جامعية راجعة بالنظر إلى جامعة قفصة بولايتي قفصة وتوزر خلال السنة الجامعية القادمة قرابة 2800 طالب وطالبة جديدة.